جيت من 2018 وأنا معاهم في المارش هنية، لقيت حاجة باهية ساعدتني برشا في بدني وفي صحتي وفي الاسترس وفي كل شيء، لقيت روحي باهية معناها. حتى كنت قلق الحق معايا جماعة ما يكرجوا فيا ديما، وهيا امشي وامشي وما تفشلش وما تبطلش وكل شيء، نمشي معاهم ونعملوا رحلات ونعملوا جو معناها، ساعات نعملوا قعدات في هكا في قهاوي، نعملوا عيد ميلادات، نتلموا النساء الكل مع بعضنا ونجيبوا كادوات ونتلموا كل شيء مع بعضنا، وسجعنا فادية الحق هي اللي معانا يد باليد، ولي كوتش معانا عنا دي كوتش معاها، وصافا الحمد لله لاقية روحي مرتاحة بالكل. حتى كي تقلقت شوية ورجعت، رجعت في فورمة بقدرة ربي ولاباس، كيلو الأخوة مع بعضنا. ومن ناحية الستريس ياسر تفرهدت كي خرجت لبرا، كنت قبل في الدار ديما واحد ماك تعرف قضية الدار، ارجع امشي ادخل انا مقضي وكل شيء، اما تو متفرهدين الحق. عندنا تروا جوغ باغ سومان مريقلين معناها كيلو خيات باهي باهي، حتى اللي يغيب منا نبداو نسالوا عليه ونبداو نلوجوا عليهم. نشجع كل مرأة باش تجي لهنا، لهواء الطبيعة بالكدا، تفرهيدة تحت مع الكاليتوس مع الواحد، نبداو نحسوا في رواحنا كي نمشيو نروحوا في فورمة بالكدا بالكدا لديارنا، مفرهدين وزاهيين مفرهدين مع خيالنا.